طبعا معنا الان المقدم ابو جهاد على احدى جبهات منطقه بالا من احد المساجد التي دمرها النظام. نلاحظ هنا يعني حتى كتب القران الكريم الان النظام يعني شتت هذه الكتب. سياده المقدم تحكي لنا عن اللي عم يصير هون على جبهه بالا. نحن الان بدات امطار عن النظام بالحد الغربي من البلده. النظام يقصف هذه البلده قصف عنيف بكافه وسائل الاسلحه، الدبابات والمدفعيه، وحتى من جبال قاسون وجبال الطويل. فيبطش يوميا باهالي هذه البلده. البلد لا تحوي اي مدنيين الان، لا يوجد فيها اي ناس مدنيين بسبب الدمار الهائل اللي صار بالمنطقه. وكذلك الطيران، والان حزب الله جاء من بضعة أيام لأن الجنود السوريين ليسوا يزون جنود الجيش السوري بهذه المنطقة، فكل العناصر الموجودة هون هي من حزب الله والشيعة. طبعا نحن هلا يعني على 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 الطريق الفاصل بين الجبهة الجنوبية للغوطة وأيضا الشمالية. إذا استطاع النظام لا سمح الله السيطرة على هذا الطريق، ما وضع المحاصرين جنوب الغوطة؟ والله ما لهم إلا الله. يوجد في هذه المنطقة حوالي 3000 عائلة موجودة تقريبا موزعة على عدة بلدات، هي زبدين، دير العصافير، بزينة، وبلدة الركابية بلد صغيرة جدا، فما لهم إلا الله. فمحاصرين من كافة الاتجاهات. يوجد هنا حوالي 7000 درهم مزوعة بالقمح والخضروات. لكن طبعا وردتنا معلومات ان حزب الله او اتى بتعزيزات من حزب الله الى هذه الجبهه. لماذا اتت التعزيزات من حزب الله على هذه الجبهه بالتحديد؟ لانه قله العناصر الموجوده للنظام هنا، وكذلك اطباق السيطره على هذا القطاع وضعف النظام. الله يخليك.